انتي شو اللي موقفك عندك؟ سلطانة، حبيت شوف إذا كان لازمك شي. ايه لازمني شي، بس ما بعرف إذا فيكي تساوي. طبعاً بساوي، انتي بس أمريني وأنا مستعدة لأي شي. بدي تروحي وتقتلي الأميرة إيزابيل. بس يا مولاتي، شلون بدي اقتلها؟ بجوزي مسكوني. عأساس رح تساوي أي شي؟ شو خفتي؟ جباني. وقت لاقي الوقت المناسب أنا رح موتك. أنا بوعدك. خير إن شاء الله، ليش جاية؟ احكي. حبيت أتطمن عليكي، مو عاجبني وضعك بنوب، صار لك فترة متوترة على طول. ومين قالك أصلاً إني متوترة؟ مو جاية على بالي عصب. شوفي يا هيام، بصراحة أنا جاية مشان سبب تاني. شو الموضوع؟ إلك عندي مفاجأة. الأميرة إيزابيل هون بالقصر هلأ أجيت، وهي عند السلطانة الأم، وحتصير عشيقته للسلطان ومرته، وحتجيب له ولاد. مين؟ الأميرة إيزابيل. حاجتك بقى، هاد كله كذب. طالما أنت مو مصدقة اللي عم قوله، تعالي وشوفي بعيونك.